في كثير مكانس ذكية بالإنترنت لما تبحث، بس أكيد لما تجي تختار فراح تحتار كيف تقدر تختار المكنسة الذكية الأفضل لك. اليوم أبوريك إيش الشغلات اللي مفروض تركز عليها لما تشتري مكنسة ذكية. تابعوني بهذا الفيديو على أساس تعرف التفاصيل. ومرحبا أدم، هياك الله بفيديو جديد. قبل كل شيء أذكرك تشترك بالقناة، تفعل الجرس على أساس تستفيد من فيديوهات تقنية أكثر مثل هذه خلال الفترة القادمة. الآن أنت لما تبغى تختار المكنسة الذكية ففي عدد من المميزات اللي أشوف أنها صارت اليوم مهم جدا أنك أنت تحصل عليها وتكون موجودة. وراح أبدأ بالميزة الأهم بالنسبة لي، وهي الميزة اللي ما أقدر أستغني عنها بعد ما جربتها ولازم تكون موجودة عندك، وهو هذا الصندوق اللي يجي مع المكنسة. هذا الصندوق الكبير مثل اللي يجي مع هنا إيكوفاكس ديبوت N8 بلس، فايدته أنه يجمع لك كل الأوساخ اللي يكنسها لك في البيت يجمعها داخله. هذه تتجمع فيه لمدة تقريباً شهر. أكيد أنه راح يختلف بحسب كثافة الأوساخ اللي عندك، فايدته أنه راح تخليك تنسى موضوع انك تقدر تنظف المكنسة ومدري ايش لمدة شهر كامل. وبعدين عشان انت تنظفها بكل بساطة تفتح الغطاء اللي فوق، تبدل هذه القطعة بقطعة جديدة نظيفة وخلاص تنساها شهر اخر. سابقا في المكانس القديمة كان لازم بعد كل عملية تنظيف تفتح العلبة اللي بالداخل وتنظفها، واحيانا انها تمتلي بسرعة فتضطر انك انت توقف عملية التنظيف لمجرد انك انت تحتاج تنظف هذه العلبة اللي بالداخل لأن حجمها صغير. فأنا اليوم أشوف أن وجود هذا البيت اللي هي تنظف وترجع له أصبح شيء أساسي ومهم جدا أنك أنت لما تختار مكنستك تكون موجودة فيه. الشيء الثاني اللي المفروض أنك أنت تركز عليه مو بس أن المكنسة تكنس وتمسح، لا، في تفاصيل مرة مهمة. مثلا أن المكنسة تقدر تنظف الزوايا والأطراف اللي جنب الجدار، وعلى فكرة هذه مو كل المكانس تقدر تسويها. سبب التركيز على هذه النقطة لأنها تمثل تحدي صعب، مو كل مكان تقدر تسويها مثل ما قلت لك. فهنا مثلا ديبوت N8 بلس فعليا لما جربت اني احط قهوة على الاطراف نجحت في هذا الشيء، ومن خلال الفرش اللي موجودة فيها والدور راح تقدر تطلع الاشياء اللي في الاطراف وفي الزوايا وبالتالي تشفطها وتكنسها، وهذا كان شيء لطيف جدا. الشيء الثاني، هل تقدر المكنسة انها تتجاوز كل شيء بطريقها؟ معروف انه في البيت راح يكون في اشياء في البيت، وهذا مهم جدا انها تقدر تتجاوزها على اساس تقلل شوي من موضوع انها تعلق في اشياء. واحيانا يكون في اشياء شفافه مثل علب مويه بالنسبه لها هي تعتبر شفافه، وهذا ايضا مو كل المكانس تقدر. فبالتالي اذا جيت تختار مكنستك لازم تحرص على انها تقدر تتفادى هذه الشغلات. الميزه اللي بعدها واللي تعتبر هي مهمه اليوم بمقاييس اليوم هي الخريطه. ان مكنستك تقدر تسوي خريطه للبيت وهي تعرف وين وصلت في هذه الخريطه وإيش غطت وإيش ما غطت، وإنت أيضاً تقدر ترفع الجهاز وتعرف هي إيش نظفت وإيش ما نظفت، أنا أشوفها نقطة مهمة جداً، وهذا الشيء مدعوم في ديبوت N8 بلس. هي تتعرف على المكان من أول مرة تجيبها، ترسم لها خريطة وبالتالي تعرف وين وصلت، تعرف وش اللي باقي لها وش اللي خلصته، وهذه الميزة صرت أشوفها أساسية ورائعة. وطبعا حتى من ناحية الخريطة في المكان تختلف، مثلا هنا في ديبوت N8 بلس فإنها تقدر تسوي لك دورين مو بس دور واحد. كذلك هي تلقائيا تقدر تعرف هي الآن في أي دور وضمن أي خريطة. واحدة من الشغلات اللي تهم البعض هو الصوت، أيضا هذا يختلف أهميته من شخص لآخر، لكن أنا راح أقول لك أحرص أن صوتها يكون جيد مو مرتفع، في بعضها تكون مرتفعة ومزعجة للأسف. وبعد ما جربت مكانس كثير أرجع وأقول لك تقريبا أهم ميزة اللي هي ذكرتها أرجع أكد عليها هو وجود هذا البيت، لأني وسبب تركيزي عليه أني لاحظت بأنه مرة مهم، لأنه كل مرة تقعد تنظفها بعد عملية التنظيف راح تصير مزعجة جدا لك لدرجة انك تكسل احيانا انك تشغلها. لكن مجرد انك تقدر تشغلها او حتى توقتها انها هي تشتغل وتدري انها بترجع وتنظف نفسها وبعدين ترجع تشتغل مرة ثانية بدون ما تجيها، شيء مريح جدا وراح يسهل عليك فكرة انك انت تستخدمها. فانا اشوف هذه الميزات هي اهم الميزات المفروض تكون موجودة في المكنسة الذكية اذا انت بتشتريها. علمني ايش الميزات الاهم بالنسبة لك في التعليقات. انا دام اشوفك الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامة.